شهادة الجنسية فين؟ ما أنا جنسيتي من الأصل مصري، أبويا وجدودي مصريين. زي ما قدمت شهادة حسن سير وسلوك، لازم تقدم شهادة تثبت إنك مصري. هي شهادة الميلاد مكتوب فيها إن جريجي يا إخواتي. الله، بس طويسي ده يا بجاه، مالطي ولا مصري؟ اتفضل، اخرج من الصف. خرجت يا فندم. نادية بتسلم عليك. نادية مين؟ بنت عمي. الصول في البحرية وحكيمة. اهلا وسهلا. اهلا بيك. هتقبلوني ان شاء الله وتعملوني صول زي نادية؟ صول كده من راحتك. بلا صول، خلوني زي شاويش عطية. عطية مين؟ انت ما تعرفوش؟ لا ولا انا. اتفضل. الفرز بعد اسبوع. يعني هتقبلوني اذا نجحت في الفرز؟ روح يا شيخ، ربنا ما يغلب لك مركب. اقعد بالعافية. اتفضل. مادام هنفكر في بعض هنبقى شايفين بعض يا كابتن. كابتن كده حته واحده بالنسبه لحماستك مش كتير، ده انت هوستني بالبحريه. ما هو علشان يكبر سلاحنا البحري، احنا محتاجين لشباب متحمس للدفاع عن بلدنا. عايز حاجه يا فندي؟ اتفضل. وللانضمام للاسطول اللي له اكبر نصيب في الدفاع عن وطننا. بس خايفه لا ياخدوك في الغواصات. وماله، ياخدوني في اي سلاح. المتطوع لازم يكون قلبه جامد وعنده تصميم وعزم على خدمة بلاده، واخد بالك؟ والاستهتار بأي خطر. احنا لازم نكون الخطر الأكبر على كل خطر يهددنا. هتوحشني يا منير. كل ما هتفكري اني بعيد عنك لاني بخدم الوطن، ده هيطمنك عليا. وحاضر اتصل بيك ازاي؟ ايوه، اصلا انا مش عارف هم هيودوني فين. شوشو، الوداع يا شوشو. نداء الوطن أقوى من نداء الحب. الوداع يا شوشو. وهيب محمود جاب الله. فندم. فتح إبراهيم الصبان. فندم. خليل دياب. فندم. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. اللي قولي والله يا أستاذ. أي نعم. هي كلمة أساس بالسين ولا بالث؟ هذا يتوقف على المعنى المقصود. فإذا كنت تقصد متاعا أي فراشا فهي بالثاء، أما إذا كنت تقصد إرساء دعائم لشيء فهي بالسين. أفادك الله. أفهمت؟ والله لست بفاهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ماذا تريد أن تقول؟ شوف أنا كتبت إيه. أي نعم. وكلامك يا نادية يا بنت عمي عن المرحوم والدي البطل والشاويش عطية هما أساس. إذن فهي بالسين. عليك نور. تمهل. إيه؟ ماذا تريد أن تكتب؟ عايز أقول إن أساس تفكيري وشقلبت. شقلبت؟ هذا تعبير رديء ضعيف. عندي تعبير أجمل. الحقني بيه أبوس إيدك. اكتب الحافز. يعني بلاش أساس؟ بلاش. الحافز على تغيير اتجاهي في الحياة إلى طريق أفضل ينتهي بي إلى أمجاد وبطولات. الله 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 الله. يا لطيف يا لطيف. أهي بطولات دي يا أستاذ، بقالي 6 أشهر بدور عليها. كلامك الحلو اللي بتقوله ده. دي اسطوانه انا حافظها، بروحها لاي بنت اكون عايز اخلص منها. تخلص منها وتخلص منها ليه؟ عشان اشوف غيرها. واحده اكون قعدت معاها يومين ثلاثه تعبت منها، اخلص منها ازاي؟ اروح متطوع في البحريه. يا سلام، والحكايه دي بتعملها كتير؟ حوالي 4 مرات، كل مره اطلع شرك. شرك ازاي وانت واقف قدامي زي الطور اهو. ايوه بس انا عندي اصابه في رجلي، كل ما يكشفوا عليها يطلعوني غير لايق. غير لايق وبعدين تدور على واحده ثانيه. افنندم عبد البر عبد الواحد عبد الصمد. اي نعم. منير احمد توفيق. ايوه جاي. قول ودي قول.
بقول لك سنان زي الحديد يا دكتور، بس رجلي هي اللي هتضيع الدنيا. ملناش دعوه برجلك. الا قول لي هي امتى هتظهر النتيجه؟ وقتما يشاؤون. اهدى اهدى، هو انا هيهدى بالي ولا هيروق بالي الا لما اسمع كلمه نفر وياخدوني؟ لا شك عندي في انني مقبول. ازاي؟ عضلاتي من حديد، بدني متناسق، بصري حاد ثاقب. يا بختك، انا متاكد ان انا مرفوض. بس ما تقولهاش قدام وشي، ودي وشك بعيد وقولها. ده انا حتى بفكر اخدها من قصرها اروح. لا تكن عجولا، اثبت. الا قول لي مش ممكن تقرا لي عديه ياسين؟ يا انت اسمك ايه يا أخ؟ عبد البر عبد الواحد عبد الصمد. وحضرتك؟ انا اسمي منير احمد توفيق. ومحسوبك رجب شعبان رمضان متولي. تشرفنا جدا. اوكي سيدي، اوكي سيدي. رجب شعبان رمضان متولي. افندم. عبد البر عبد الواحد عبد الصمد. اي نعم. بس يا جماعه مش قلت لكم؟ قليل زياده في رجلي. السلام عليكم. محمد احمد بدر. منير احمد توفيق. منير احمد توفيق. انا اسمي في كشف المقبولين. ايوه عسكري. عسكري. يا ترى رحت فين يا رجل؟ كنت اسال عليه اصحاب البلانسات يا باب. اسم الله، حاكم شجاعه قوي علشان يركب بلانس ويخش جوه المي ده، بيخاف يغسل وشه من كتر كرهه للبحر. ما تروح تدور عليه يا باب. انا خليت حد ما سالتوش ولا حتى ما رحتهاش. شايلين الدنيا على راسكوا ليه؟ هي النجوم هتقع من السما ولا الليل مش طالع له نهار عشان سميلس بتاعكوا ده؟ ده ابن عمي وغايب بقالي يومين. يمكن وز الشيطان وعمل عمله خاف يتمسك بيها، هرب واتخفى. يلا المركب اللي تودي. بوسطه. بنت عمي العزيزه، ساعة ما يوصل الجواب ده اكون بعمل بريك لاني اتطوعت في البحريه. هي دي المفاجاه اللي كنت عاوز اقولك عليها. ما تتخضيش، مش هخاف من البحر ولا من ادخل موجه. كلامك يا ناديه يا بنت عمي عن المرحوم والدي البطل وعن الشاويش عطيه كان هو الحافز القوي لي على تغيير اتجاهي في الحياه الى طريق ينتهي بي الى امجاد وبطولات. ابن عمك العزيز رجب. كويس يا رجب، كويس خالص. والله كنت الاعادي يا رجب وخليت دماغهم في الواطي. حقنا نبعت لجواب نهنيه يا بابا. انت كمان تستحق التهنيه لانك السبب في النجله الكبيره دي اللي اتنجلها ابن اخويا القدام. روحي بقى اكتبي له الرد وقولي له عمك مبسوط قوي وبيدعي لك. قبل ما يوصلوا الرد هيكونوا رفدوه، اللي زي ده عمره ما ينفع ولا يعمر. انت خلاه في الظنون يا رب. ما تنساش وانت راجع تجيب لي معاك حمل برسيم. حمل برسيم؟ ليه؟ هتغدي بيه الاسياد؟ دستور برضان يا سلطان الجن. قادرين يأذوك، قادرين يذلوك قد ما بتطاول عليهم. الشاطر فيهم يطلع لي وانا خزق عينين اللي خلفوه. ما تكبرش معايا، انا جايني جمل بصنمين ويلزموا كل يوم حمل برسيم. طب دوري بقى على اللي هيدفع قرش من حقه. بس ما تتشنكش، ده جايين هديه من المعلم عباس. ينفلق، والنبي لو قبلك ذبايح السلخانه كلتها ما هو شامم ضفر ناديه. هنشوف. إلهي ما توعي تشوفي ولا تسمعي يا شيخ. ابن عمي العزيز رجب. نفسي أشوفه هو شايل البندقية. قدامك. بص يا عسكري رجب قدامك. ما يتلفتش حواليك. بعدين معاك يا عسكري رجب. للشمال مل، للشمال مل. اعدل نفسك، الشمال ملي على الحاز اللي جنبك اللي على يمينك، بس وقف ثابت. جنبان واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة. خدمات. خد يا عسكري عبد البر من دوية. وقف ثابت، بص قدامك على جنبك. خد من دوية. وقف ثابت، وقف ثابت يا عسكري عبد البر. وقف ثابت، اثبت. الناس بدوها وقف ثابت. وقف بص قدامك بقى ما تكلمش. خد من دوية عسكري لك. امسكها كويس، بص قدامك. اثبت ده، بص قدامك. هاتي فول. واحد اثنين ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. هو مطلوب، هو مطلوب. انت عسكري يا رجل، شيل من دوية، شيل يا عسكري من دوية. شيل يا عسكري من دوية، وقف يا عسكري عبد البر مطلوب. بلاش حالك يا عسكري منير، بلاش تحت. اقعد من دوية على كتفك، اقعد من دوية على كتفك وقف ثابت. بس اثبت. تمام. واحد اثنين ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة.
سلاح عسكري يا رجل، ما تعرفش؟ لا يا فندم. اعمل سيار سلاح. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. انت عسكري يا رجل، اقف بص قدامك. هاتي فان سلاح. واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة. اثبت. انت عسكري يا رجل. ايوه يا فندم. اثبت بص قدامك، بص قدامك. اقف ثابت. اعدم من دوية. بلاش تحكي عسكري منير. جنبين سلاح. واحد اثنين ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. فصلها صفا. العسكري رجب والعسكري منير والعسكري عبد الفار. انتباه. خطوة للأمام. فرش. بلاش تحكي عسكري منير. خطوة العسكري رجب. خطوة للأمام. فرش. خش في الصف يا اهو. اوف. اوف